أهلا بكم متابعينا في مقطع خاص بنزال القرن لبطولة الوزن الثقيل للملاكمة. في هذا المقطع سنعرض لكم ما حدث في النزال الأسطوري لبطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة بين الوحش الكاميروني فرانسيس إنغانو وملك الوزن الثقيل للملاكمة تايسون فيوري، وكيف تمكن فيوري من هزيمة إنغانو بشق الأنفس بعد أن تمكن إنغانو من إسقاطه أرضا وكان يقضي عليه بالضربة القاضية. فلنتابع معا هذا النزال الملحمي العنيف. بعد انتظار طويل من كل الجماهير حول العالم، أقيم نزال بطولة الوزن الثقيل للملاكمة بين أعنف وأعظم مقاتلين على وجه الأرض، الوحش الكاميروني وبطل الوزن الثقيل لليو إف سي فرانسيس إنغانو وبطل الوزن الثقيل للملاكمة والذي لا يقهر تايسون فيوري. وقد كان النزال ملحميا بكل معنى الكلمة وفاق كل التوقعات، فلم يكن أحد يتخيل ما حدث في تلك الليلة العظيمة والتي قلبت عالم الملاكمة رأسا على عقب. فوسط أجواء هستيرية وحضور كثيف لأشهر الشخصيات العالمية في المدرجات، دخل كل من الملاكمين وهو يرتدي زيا ملكيا وتاجا ذهبيا على رأسه في معركة عنيفة لمعرفة أعنف وأخطر رجل على وجه الأرض. وفور دخول فيوري للحلبة اتجه نحو إنغانو وقام باستفزازه، ولكن يبدو أن إنغانو كان يتوعده بأن يمسح تلك البسمة عن وجهه. وأخيرا دقت ساعة الصفر، وفور إعلان الحكم بدء النزال اندفع فيوري بلكمة قوية لوجه إنغانو، أعلن بها نيته القضاء على إنغانو وإنهاء النزال بأسرع ما يمكن. وثم بدأ إنغانو خططه بالضغط على فيوري لصياده بلكمة مزلزلة من لكماته، فقام فيوري بالالتحام معه ليمتص اندفاعه، وقام كل منهما بتوجيه اللكمات للآخر قبل أن ينجح فيوري بإصابة إنغانو بلكمتين قويتين قبل جرس انتهاء الجولة الأولى. وفي الجولة الثانية بدأ إنغانو بالضغط على فيوري والذي دفعه لوسط الحلبة والتحم معه بقوة، وفجأة وجه لكمة صاعدة لرأس فيوري كانت بمثابة صبعة تحذيرية أسالت الدم من رأسه وأجبرته على تخفيف حدة اندفاعه. وبعدها قام فيوري بالالتحام مع إنغانو عدة مرات، وفي كل مرة يبتعد فيها عنه كان فيوري يتلقى لكمة قوية من إنغانو. وأما الجولة الثالثة فقد كانت قنبلة متفجرة سقطت على عالم الملاكمة بأكمله، وقد بدأت بهدوء وحذر من كلا الملاكمين، وكلما حاول فيوري الاقتراب من الوحش الكاميروني كان يتلقى لكمة قوية تعيده للخلف، وبدأ عاجزا عن توجيه لكماته لإنغانو، فقرر المخاطرة والاقتراب منه ليتمكن من إصابته بشكل أفضل. وفجأة أطلق إنغانو لكمة يسارية مدمرة أصابت رأس فيوري وأسقطته أرضا على الفور، مزلزلة بذلك عالم الملاكمة بأكمله. وهنا اقترب إنغانو منه وبدأ يرقص أمام عينيه المندهشتين. وبدأ الحكم بالعد لفيوري الذي كان ممددا على الأرض غير مصدق لما حدث للتو، وثم نهض وعاد للنزال وبدأ يتحرك بسرعة من جديد. ويبدو أن تلك اللكمة أشعلت النار في جسد فيوري، دفع بكل قوته في بداية الجولة الرابعة لينتقم مما حدث له. وبالفعل فقد أصاب إنغانو بالعديد من الضربات القوية، وهنا عاد إنغانو ليوجه له لكمة قوية أرسلته للحبال وأفقدته توازنه لعدة لحظات. والغريب أن إنغانو بقي هادئا ولم ينقض عليه كعادته. ثم عاد فيوري للالتحام مع إنغانو وتمكن من إصابته بلكمتين قويتين قبل انتهاء الجولة. ومع بداية الجولة الخامسة اشتعل النزال بشكل أكبر وأكبر، وقام كل من المقاتلين بتبادل اللكمات. وفي الجولة التالية تمكن فيوري من فرض إيقاعه المعتاد وتمكن من إطلاق لكمته لرأس إنغانو واستغل سرعته ولياقته المبهرة. بينما بقي إنغانو هادئا وهو يحاول اصطياد فيوري بضربة ترسله للأرض مجددا. فرانسيس
Fury coming in, just losing his balance on the way in as well. If there are any signs of distress in there at the moment, there's signs of distress being shown by Tyson Fury. وفي الجولة الثامنة كان فيوري مسيطرا على النزال، وهو يرقص حول إنغانو بخفة وينسعه بلكمته السريعة مرة بعد مرة، ولكن إنغانو وجه عدة لكمات قوية لرأس فيوري أفقدته توازنه مجددا بعد أن فشل بتفاديها، وبدأ كأنه سيسقط أرضا مجددا، ولكنه تمالك نفسه في اللحظة الأخيرة. هناك وفي الجولتين الأخيرتين شعر فيوري بالخطر الشديد وبأن اللقب قد يضيع من بين يديه، فعاد ليظهر قوته ولياقته الكبيرة ويتغلب على إنغانو. وعلى عكس ما كان الجميع يتصور، فقد وصل الوحشان للجولة الأخيرة وبدأ يتقاتلان بكل نشاط وخفة وكأنهما قد دخل النزال للتو، وتمكن كل منهما من إصابة الآخر بعدة لكمات قوية قبل أن يعلن الحكم انتهاء النزال، ليذهب القرار بعد ذلك لأيدي الحكام الثلاثة. وفي هذه اللحظات لم يكن أحد يعلم من سيكون الفائز في هذا النزال المثير والمتقارب بشدة، وبدأ إنغانو واثقا من فوزه، بينما بدت الخيبة واضحة على وجه فيوري والذي بدأ خائفا من اقتراب إعلان هزيمته. ولكن على عكس التوقعات أعلن الحكم انتصار فيوري بقرار منفصل، فقد سجل الحكم الأول النصر لإنغانو، بينما قام الحكمان الآخران بإعطاء الفوز لفيوري والذي تمكن من الحفاظ على لقبه بأعجوبة بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة المذلة. ما رأيكم أصدقائي في هذا النزال الناري؟ وهل توافقون الحكام على قرارهم؟ وإن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. دمتم في أمان الله.